بلورال افيوجن. ها بلورال افيوجن. طبعا هو ده الكبير بتاع العيله هنا يعني ده المرض الكبير في المجموعه. ها بلورال افيوجن. ها ما هو برضه في البريكارديا كان الكبير بتاعهم كان مين؟ كان البريكارديا افيوجن. البلورال افيوجن ديفينيشن اكيوميوليشن اوف فلويد ان اكسس اماونت ان بلورال ساك. اصل هو اصلا كان في حوالي 20 ل 50 سي سي موجودين في قلب البلوره. لا هم لما بيزيدوا عن كده بقى هذه بنسميها بلورال افيوجن. هذا البلورال افيوجن على حسب النيتشر اوف فلويد بنقسمه الى اكسيودنت او ترانسيودنت. هو محدش بيقول معايا ليه؟ او هيمورازيك او كايلوس. مش كده ولا ايه؟ مش دول نفس انواع ايه؟ نفس انواع البريكارديال فلويد. ممكن يكون السبب اكسيوديشن. اقول لكم حاجه اقول لك حاجه حلو. كل اسباب الدراي بلوروسي، لا تزود كلمه ولا تقلل كلمه، اللي انا هقسمهم الى ايه؟ برايمري وسكندري. والسكندري هتقول جنبها الرباعيه. خلاص ماشي الحال. طب يا دكتور حلو قوي حلو قوي ده الكلام، خلاص هنحفظه وهنقوله اسطمبه. بس انا عايزين نعرف حاجه، لو جالي واحد عنده بلورال افيوجن ايه اول حاجه بفكر فيها؟ اول حاجه وش؟ ود؟ لا 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 انا بقول افيوجن. ها افيوجن تي بي وش؟ تي بي على فكره يعني عايزه كلام. ما هو لك انا اول سبب كان عامل بريكارديال افيوجن كان مين؟ طب اذا كان اصلا التي بي بيجي في اللنج وراح عمل لنا بريكارديال افيوجن، ها تقول لي هو بيجي اصلا في اللنج ومش هيعمل بلورال افيوجن؟ بص يا جماعه فعلا اي حد بيجي لك عنده بلورال افيوجن هو تي بي حتى اشعاره الاخر. ها هو تي بي حتى يظهر العكس. يعني ذا كومن استكوز فور بلورال افيوجن هو التي بي، خاصة ايه بقى كمان؟ خاصة ان هو ممكن يكون لو لقيته اكسيودنت يا سلام بقى خلاص خلصت، اللي هو اكيد تي بي مش عايز اكمل. طيب ممكن يا دكتور يكون ترانسيودنت؟ عايز اسمع منكم خمس كلمات. ها كل اسباب جنرال اسمع يعني ممكن اسباب في القلب قولوا لي حاجات في القلب بس. البريكارديال ديزيز مش كده ولا ايه؟ سواء انفيوجن او كونستريكتد بريكارديتس. مش كده تعمل سيستميك فينوس كونجيشن وبارت من السيستميك كونجيشن يحصل ايه؟ يحصل بلورال انفيوجن. موافق؟ ممكن يحصل مع الليفر الميكانيزم هايبوبروتينيميا. ممكن يحصل مع الرينال نفروتك عشان الهايبوبروتينيميا. ممكن يحصل نيوتريشن واحد ما بياكلش، ها الثاني عنده هايبو بروتينيا. هو ايه لازمه البروتين يعني؟ ها مش ده بيحافظ على النوكوتيك بريشر بتاعت الكابيلاريز فتبدا ترشح. وقلنا الكلام ده. ها وهنا في كلمتين لازم نزودهم او نقولهم يعني هم مكتوبين. ها لازم نقول في مرض كده، ها مرض اسمه ميجز سندروم. ها ميجز سندروم ده حاجه تبع النساء هتاخدوها تفصيلا يعني. ها هنكتب جنبها لو مش مكتوب، اعتقد مش مكتوب، هو مكتوب ميجز بس في الصفحه رقم 7. ميجز افتح قوس كده واكتب ها اوفيريان سيست بلس اسايتس. اوفيريان سيست بلس اسايتس. اوفيريان سيست بلس عارفين اسايتس بلس رايت سايدد بلورال انفيوجن زائد رايت سايدد بلورال انفيوجن. ده سندروم بتاع النساء مش بتاعنا، ما تعرفش فيه اكتر من كده. ميكسيديما. ايه الميكسيديما دي؟ الهايبوثايرويدس. ان شاء الله على خير كده، ها ربنا يديكم طول العمر. يعني لما نيجي ناخد الاندوكرينولوجي هنقول لكم الهايبوثايرويدزم دي فيها مشكلتين. فيها مشكله ان البيزن ميتابوليك ريت قليل قوي، كل حاجه ينوم ينوم، وفيها ديبوزيشن لميكسيدينت تيشو. عشان كده المصريين دايما ما يقولوش هايبوثايرويدزم، يقولوا ميكسيديما، عشان في ديبوزيشن لمين؟ للميكسيدينت تيشو. هذا الميكسيدينت تيشو بيروح يترصف على الكابيلاريز بتاعت البلورة فبيدمرها مع الوقت، يدمرها فالبرميابيليتي بتاعتها تزيد، فيبدا يحصل معانا ها بلورال انفيوجن. جنب كلمه ميكسيديما اكتب ديبوزيشن اوف ميكسديميتاس تيشو. ها ديبوزيشن اوف ميكسديميتاس تيشو
on capillaries of pleura سهم منها يؤدي إلى increasing permeability and effusion. أصلاً ده بعض الجنب تقول لي هي المكديمة ماشي عارفينها ها بس ليها تعمل بلور الإفيوجن عن طريق بصوا انت اصلا لما تيجي تتجنن في اي حاجه في المكسديما بص اسال نفسك سؤالين ما هو يا اما حاجه نتيجه نقص البيزل ميتابوليك ريت يا اما نتيجه ديبوزيشن اوف الديمبل تيشو هو مش بيخرج من الاثنين دول يا جماعه خلاص نعم طبعا ما هو الكابيلاريز هي الكابيلاريز هو عندي ميه عاديه ها ديبوزيشن اوف ميتابوليك تيشو اون بلورال كابيلاريز leading to increase capillary permeability هيكون transient ليه ما هو capillary عاديه ما عنديش infection ولا اي حاجه هو عباره عن ميه صافيه عشان كده طيب ما تيجي نخلص من الحته انتوا عارفينها كويس اظن بديهي جدا جدا يعني لما يجي واحد عنده دور الانفيوجن واعمل له اشعه ولا انفيوجن لازم اخد منها ايه دي عايزه كلام طيب قولوا لي هتفرقوا ازاي الاكسيوديت من الترانسيوديت في خمس ست كلمات اسال وتردوا الاسبكت تربل كلير ها السبيسيفيك جرافيتي الاكسيوديت عالي اكتر من 1015 لكن هنا اقل طب الخلايا الوايت بلاد سيلز هنا كتير اكتر من 10000 او 1000 وهنا هتبقى قليله طيب البروتين الاكس اكتر من 3 جرام لكن هنا اقل ال ال دي اتش هو ال دي اتش ده بيجي منين من الدستراكتد وايت بلاد سيلز هو مين اللي كان معاه وايت بلاد سيلز هو الاكس عشان كده تلاقي معانا ها ال ال دي اتش زياده يعني عايز كلام ولا ايه انا اظن الكلام سهل جدا وبديع عشان مين يقول لك هنعمل سوراكو سينتيزز زي بريكارديو سينتيز بالظبط طيب ممكن يكون هيموراجيك ممكن يكون هيموراجيك هيموراجيك يس لا لا صعب كلينيكال خلاص مطريق كلينيكال بيكشر هتقولي من العام دوت بس بصي اللي عنده هارت فيلير اللي عنده ليبر سيل فيلير اللي عنده رينا اللي عنده نيوتريشنال عنده كوكتيل كده عنده ايه جنرالايزد اديما اديما على زنقه عنده لور ليمب اديما واسايتس وابدور وبريكارد الانفيوجن لكن ممكن اللي عنده مثلا تي بي اللي هو اشهر حاجه هو كل اللي عنده ايه ان هو بس بلورال انفيوجن وخلاص فده الفرق يعني يبقى دي حاجه سيستميك حاجه جنراليزد اديما اديما على سركه لكن دي حاجه لوكالايز وبعدين هنا هتلاقي التوكسيك مانيفيستيشنز اوف تي بي او المالينسي او وات ايفر ماشي هيموراجيك هيموراجيك يعني ايه بقى انت جيت تسحب العينه لقيتها كلها دم ممكن يكون السبب ايه اشهر نوع على فكره يبقى تروما تعال بص تروما جامده حتى تروما وهارت اتفتح ولا حاجه على فكره برضه ممكن يكون تيومر ودي مهمه قوي تيومر ده اقصد فيه ايه بقى؟ يعني مش اقصد فيه عشان بس تبقى يعني خلي مخك كده كبير شويه. اقصد كلمه تيومر يا جماعه. تيومر في البلورة ذات نفسها. او تيومر جاي لها من اللنج او تيومر وعامل انفلتريشن للبلورة. اول حاجه تيومر في البلورة ينفع؟ هو لا ايوه شاطر يبقى اسمها ميزوثيليوما، ايه هي الميزوثيليوما؟ ده برايمري ها تيومر في البلوره في السيرس ميمبرين على فكره ها وده بيكون كتير يعني ده عنده هيموراجيك افيوجن ها ايه كمان ها ممكن يكون برونكوجينيك كارسينوما هنعرف ان شاء الله ان في نوع من البرونكوجينيك كارسينوما بيبقى بريفرال بيعمل انفلتريشن للبلوره ويعمل فيها هيموراجيك افيوجن ممكن يبقى عندنا ليوكيميا زي ما عملت انفلتريشن للبريكارديوم تعمل انفلتريشن للبلور يبقى كلمه تيومر دي مش كلمه كده وخلاص لا تيومرز ها كتيره ممكن يكون ميدوسيليوما وممكن يكون انفلتريشن من اللنج وممكن يكون انفلتريشن من الجسم كله زي الليوكيميا والليمفوما طيب يا دكتور معلش يعني انا جالي واحد دلوقتي وده سؤال مهم جدا في الاورال دايما يسالوك السؤال ده تعرف ازاي ان الافيوجن ده مالجنت افيوجن تعرف ازاي ان هو مالجنت افيوجن اهم كلمه برافو عليك اهم كلمه طبعا هو مثل وهيموراجيك وهاي ريكيرنت ريت بمعنى تعرف والله العظيم كان بيجي لنا العيان ويسحب له بالليل الساعه 12 بالليل 3 لتر دم يسحبه من صدره ثاني يوم الصبح نزله يعمل اشعه نلاقي جمع اكثر منهم
يعني 6-7 ساعات وتجمع ايه وتجمع فلويد اكتر، يبقى rapidly accumulated fluid. دي اهم سايد ده مكتوب ان شاء الله مكتوب بعدين. ده بيقول لك ان احنا عندنا غالبا السبب بيكون تيومر. يبقى خلاص، يبقى الهيموراجيك قد يكون تروما، قد يكون تيومر. بعض حالات الدي بي ممكن يحصل فيها كده، يعني في النوادر هو الاكثر انه يكون اكسيدنت. ممكن يكون التي بي احيانا يحصل فيه شويه نزيف يبقى هيموراجيك. ممكن يحصل تلانجكتيزيا. ايه تلانجكتيزيا دي؟ كلمه تلانجكتيزيا كترجمه حرفيه هي دايليتد تلانجكتيزيا، اللي هي دايليتد كابيلاريز او بلاد فيزلز. طب لو اللانج او البلورا فيها كابيلاريز دايليتد، وارد جدا انها ترابشر وتعمل هيموراجيك ديفيوجن. ممكن على فكره السبب هنا يكون بالمونري انفاركشن، بالمثل على غرار الميوكارديال انفاركشن لما القلب ربشر حته من اللنج كده، برضه ربشرت والنزيف دخل في قلب البلورا فيحصل مع البالمونري انفاركشن. يحصل مع الناس اللي عندهم هيموفيليا وبيربرا اللي هم الهيموراجيك بلاد ديسوردر او ديزيزز، دول برضه ممكن يحصل معاهم. يعني اذا عندي اسباب كتيره تؤدي الى هيموراجيك. طيب هتميزه ازاي؟ هاخد العينه وهلاقي لونها احمر ومليانه ار بي سيز كتيره جدا، وقلنا هتميز المالجنت عنهم ازاي؟ ان هو يبقى مثل كميه كبيره وهيبقى طبعا رابيدلي اكيميوليتد وهيبقى لونه احمر دايما. احنا بنخاف من اللون الاحمر ده، احذر اللون الاحمر دايما. كايلس 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 ازاي؟ مش مهم. لان الترانك الكبير ده هو اللي البريشر فيه عالي، لكن الكابيلر اتقفل مش هو اللي بيحصل ايه. لو حد عنده معلش رقم عن الموضوع ده، لو حد عنده دور الكابيلر، لو عنده سوري هرمون هايبرتنشن، تلاقي هنا الحته دي مليانه، هنا في كونديشن، لكن حصل صادق امبيوتيشن لان البلاد فيزرز اللي حصل لها مقفوله، حصل فيها اوبريشن تمام، فحته انها ترشح وتعمل هيموراجي جديد مش ورده خالص يعني. طيب كايلس، هو الكايلس ده الليمف ده ماشي فين؟ السوراسيك دارك. طب ايه اللي ممكن يضافه للسوراسيك دارك؟ يا تروما يا تيومر. وهتلاقي هنا لما تيجي تسحب السوراكوسينثيسيس الفلويد لونه ايه؟ ميلكي وايتش. ولما نحط له ايثر يحصل له كليرنس، لما نصبغه بالسيودانتري يبقى لونه اورنج. هاي بديل مواصفات الكايلس فلويد مع السوراكوسينثيسيس. انا بقول لك سؤال سهل جدا، ها الجيولوجي اوف بلورال ايفيوجن، في مشكله؟ ها الجيولوجي هتقول لي يا اكسيونيت يا ترانس يونت يا هيموراجيك يا كايلس، وكل واحده هترص الاسباب بتاعتها بطريقه سهله جدا 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 دون اي معاناه. في اي مشكله في الحته دي؟ طيب